نحن الآن في نقطة خارجية تحديدا في منزل الوكيل حسني دبوبي طلائع الحرس الوطني الفرقة السريعة للتدخلات بسيدي بوزيد الذي أصيب بطلق ناري لأحداث سيدي علي بن عون الأخيرة برصاص على مستوى الصدر الأيمن بالرغم من أنه كان حامل الوقي الصدري أنتيبال. قبل كل شيء نحب نبلغه تحية كل زملائنا في فريق راديو توانسة ونقول له إن شاء الله لاباس. ونحب كذلك نقدم تحية لسي منصور العياري ممثل عن النقابة الأساسية بمنطقة الشرطة بقفصة وكذلك سي بسام سمايري ممثل عن نقابة الحرس الوطني بقفصة اللي حاضرين معنا واللي ساعدونا معناتها باش وصلنا للدار. سي حسني، سي حسني مرحبا بك في راديو توانسة. وبيك عايشك مرحبا. لو كان تحكينا على الحيثيات نتاع الاصابه نتاعك هذه. بدايه نترحموا على جميع الشهداء الذين اهدوا دمهم وارواحهم، ولي مسخر لتونس، مسخر لعائلاتهم، مسخر لكل توانسة. وان شاء الله ربي يرحمهم، وان شاء الله ربي يصبر عائلاتهم، وان شاء الله ربي يصبر العائله الامنيه كل، وربي يصبر التوانسه الكل. وان شاء الله الوضع بحول الله تحت السيطره. العمليه كيف صارت؟ مع ساعتين ونص خرجنا في مهمه تفتيش روتينيه بمنطقه سيدي علي بن عون. اثناء وصولنا متهمه المنطقه اطلاق نار كثيف من جميع الاتجاهات، وقعت اصابه التعاون من الضباط بسبب اربعه بجروح فعل خطيره وفعل مضل. المجموعه تتراوح بين 10 و 12، مجموعه محافظه لواحه دار معناها تحتوي فيها انفاق خارج البر على مستوى كبير برشا. دعوه لكل مواطن تونسي، تونس رانا باهيين، تونس رانا نحبوا بعضنا. اللي يشوف اي حركه مشبوهه في اي بلاصه ذا بيا يعلم، خاطر الخطر وصل اليوم في تونس الكل، مش كان الامنيين والجيش. اليوم الخطر الكل معناها للتوانسه الكل. تونس رانا كل امنيين، والامنيين رانا كلنا تونس. تونس استانسنا انا نحبوا بعضنا وما نحبوش الدم وما نحبوش الموت. سي حسني، لو كان تحكينا على الاصابه نتاعك كيفاش صارت؟ اطلاق رصاص على مستوى الصدر وكنت لابس لونتيبال وتعدت الرصاصه، لو كان تحكينا على الحيثيات اللي كيفاش الاصابه؟ الاصابه نتاعي مع الرصاصه واحده. ثم رحت للرئه اليمنى التقرير تاع الطب الجامعي بالضبط، كرطوشه دخلت من الدار وخرجت الحمد لله. معلومة اللي انت تم اصابتك في منطقة جبال الشعامبي وفي منطقة سيدي علي بن عون، معناتها يمكن الوحيد العون الوحيد يمكن في تونس اللي تم اصابتك معناتها في 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 منطقتين، صحيح المعلومة دي ولا؟ صحيح المعلومة دي. تعاون مناضل وكتب لك ربي باش بالتحية في في مرتين. ما عندناش نزية هذيك بلادنا ونخدموها الناس الكل، ونحن مجرين الخدمة دي كما أي تونسي يخدم في مكانه. احنا نخدموا بلادنا، نحن بالطبيعة جدا في الواجهة الأمنيين والجيش، لكن تونس كل واحد يخدم في بلاصته. وقت الاصابه نتاعك شكون المدينه؟ مدينة المواطن في الجهه الكردستير، ان شاء الله يكون يسمع والا ان شاء الله كل حال نبلغوا له تحياتي اذا كان يسمع فينا وكل اهالينا في الساحه. تحيه كبيره لي بالحق، يعني انقذني ربي وانقذني الراجل هذاك الله يرحمه الدين، انقذني بسرعه كبيره للمستشفى الجوي في بوزيك الله يرحمه الدين. رغم الامكانيات الضعيفه شوي، لكن امكانيات البشريه تبارك الله لاباس، حاولوا ينقذوني. ومن بعد قاع نقل للمستشفى الجامعي الحبيب رقي بالساق. زاد مشكورين لكل الاطار الطبي، مش الاطار الطبي، يعطيهم الصحه الكل قاموا بالواجب. نشكروا الامنيين في جميع ولايات الجمهوريه وجميع الامنيين اللي باقيين مضحيين على خاطر تونس، وراهم ينجم حتى حد يعيش. اي انسان يحاول باش يخون تونس راه ما ينجمش يعيش. احنا كدار الوكيل حسني دبوبي العريف بالطلائع الذي اصيب في احداث سيدي علي بن عون، ويحضر معنا ممثل على النقابه الاساسيه اللي بمنطقه الحرس، يحضر معنا سي منصور العياري، وكذلك سي بسام سمايري ممثل على النقابه الوطنيه الحرس. سي بسام مرحبا بك ممثل على الحرس الوطني. مرحبا بك بالساده المستمعين كل. العائله الامنيه توا نشوفكم هكا تراب لبعضكم. ما عندناش مزيه بالنسبه لنا، ما عندناش مزيه اليوم. حسني غدوه، بسام بعد غدوه، معقول مره الناس كل يدين واحده ضد الظاهره هذه اللي ماهيش جديده. الناس كل تعرفها، الناس كل يعرفوا السياسه اللي يمشوا بها، الناس كل يعرف اللي الارهاب ما عندوش حتى مكان هنا في تونس. نحن اليوم كلنا حسني وكلنا العائله الامنيه، الناس كل واقفين وتانوا راي تونس بيد رجال، الناس كل واقفين لتونس. نحبوا نطمنوا ونوصلوا ميساج للشعب، الشعب التونسي ولا المواطن التونسي، ماذا بينا بك الوعي وبك الفطنه وبك المخ نتاع التونسي اللي نعرفوه يلزموا يكون فاطن. فما منظومه امنيه، فما امن في البلاد، يتوجه لاقرب وحده امنيه، الارقام الناس كل تعرفها، يتوجه لاقرب وحده امنيه. ونحن عندنا معاملات خاصه. بالنسبه لنا احنا ما عندناش اسم الارهاب في تونس، ما عندناش رجال وقفت له. يعطيك الصحه سي بسام سمايري ممثل عن نقابه الحرس. كذلك نعطي الكلمه سي منصور العياري ممثل عن النقابه الاساسيه في منطقه الشرطه بقفصه اللي يحضر معنا اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك. احنا توا في دار البطل، ماذا بينا يقتدوا به الامنيين الكل وتشوف فيه مورالها. تبارك الله، نصلي على النبي وربي ان شاء الله يحفظه لعائلته. وبقدره ربي كلمه واحده نجم نقولها للمواطنين، راهو مادام المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه والمواطنين يد واحد، راهو ما يدخل بيناتنا حتى حد.
الإرهاب ولا واحد خاين، وقدرة ربي مش نقضوا عليهم في القريب العاجل إن شاء الله. النقابة الأساسية للحرس والشرطة هذا في سبق إعلامي باش يقوموا بزيارة باش يقتدوا في راديو توانسة إن شاء الله كتكريم لخونا حسني. هاي البطل حسني مرة أخرى نحبه ونجدولك تحيات كل زملائنا وإن شاء الله لاباس.